فالرجل المسافر إذا دخل على جماعة، هل هؤلاء الجماعة مسافرون أم مقيمون؟ أولا على الإنسان أن ينظر إلى القرائن، إذا كانت القرينة دلت على أنهم يصلون سفرا فينوي أن يصلي معهم سفرا، وإن كانت القرينة مثلا أنهم في الأمام يصلون في وقت الصلاة، أي بعد 25 دقيقة مثلا من أذان الظهر ويصلون في الأمام، أليست هذه قرينة تدل على أنهم يصلون وطنا؟ هذه قرينة كبيرة جدا، وإن كان هنالك احتمال ضئيل أن هؤلاء مسافرون يمكن ذلك، ولكن القرينة الغالبة أنهم يصلون صلاة مقيم. لكنه إن لم يتبين له شيء من ذلك ماذا عليه أن يفعل؟ ماذا تقولون؟ لم يتبين له شيء من ذلك، هل هم مسافرون أم هم مقيمون؟ ماذا يفعل؟ هو مسافر، إذن ينوي أن يصلي صلاة سفر لأنه مسافر، فيرجع إلى أصله أنه مسافر. أو ماذا يفعل؟ حد يقول قول آخر؟ إن وجد هنالك من يسأله فليسأل قبل أن يدخل. نعم، إن كانت هنالك علامات دالة فهذا الأصل. نعم. 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 جميل. إذا أنت تقول أنه يرجع إلى أصله فيصلي قصرا، يصلي ركعتين. الأصل لا. الأصل أنه ينوي أن يتابع إمامه، أن يصلي بصلاة إمامه. لماذا؟ حتى يخرج من هذا الإشكال. فإن تبين في أثناء الصلاة أنهم يصلون أربعا صلى معهم، وإن تبين أنهم يصلون سفرا صلى معهم سفرا. إذن أول الحال ماذا يفعل؟ ينوي أن يصلي بصلاة إمامه، أن يتابع إمامه في الصلاة. فإن لم يتبين له أبدا، لم يتبين أنهم يصلون أربعا أو يصلون ركعتين، لم يتبين له. لماذا؟ لأنهم مثلا في الركعة الأخيرة، ففي الركعة الأخيرة لا يبين لك شيء ما إذا كانوا مسافرين أم مقيمين. ففي هذه الحال ماذا يفعل؟ هنا يرجع إلى أصله، إلى أنه مسافر، فينوي أن يصلي ركعتين. فعندما تنتهي صلاته ماذا يفعل؟ يسأل. فإن قيل له أنهم كانوا مسافرين فقد صحت صلاته لأنه صلى ركعتين، وإن تبين له أنهم صلوا أربعا ماذا يفعل؟ عليه أن يعيد صلاته، وإن لم يجد أحدا يبين له ذلك، كل الجماعة ذهبت، انفضت الجماعة وذهب الناس ولا يوجد من يدله على كيفية صلاتهم هم، فماذا يفعل في هذه الحال؟ عليه أن يعيد صلاته، لأن الله تعالى لا يعبد على شك، لا يعبد إيش؟ على شك. فهو الآن في حالة شك، ربما صلوا أربعا فعليه أن يعيد صلاته، ربما صلوا ركعتين فليس عليه أن يعيد صلاته، فكيف سيقطع الشك باليقين؟ يقطع الشك باليقين بماذا؟ بأن يعيد صلاته. فإذا عاد صلاته انتفت هذه المسألة كليا. يعني
هذه هي المسألة ذكرها العلماء وذكروا فيها هذا القول الذي يسترشد به الناس.